عسلم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في بالك اللي في فيلم ميشن امبوسيبل 2 اللي هو ميشن امبوسيبل 2 كان فما مشهد لتوم كروز ودوغ ريسكوت، من المفروض انه السكين تقرب بصفة قريبة برشا العين الممثل توم كروز، فاتفقوا كيما العادة توم كروز بهبلاته وطلعاته انه المشهد يكون حقيقي بدون حتى جرافيك ومؤثرات بصرية، وانه تكون السكين زادة حقيقية، والمسافة كانت تقريبا برشا بين السكين وعين توم كروز وقتها واللي ما تجاوزتش 7 ملي اي حوالي نصف سنتيمتر. والمرعب في الامر انه توم كروز مرمش حتى عين، وكان صارت فيك الوقت حركة حتى صغيرة برشا كانت تسبب في كارثة وكانت تنجم تكون نهاية مسيرته الفنية. وكان تحبوا نكملوا في طلعات وهبلات سي توم كروز، اعملونا اضافة واكتبوا كمل 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 تشاو. وان شاء الله تكونوا استفدتوا اصدقائي، وما تنسوش باش تعملونا اشتراك في القناة باش نوفيكم كل ما هو جديد وغريب عن العالم. تشاو. Hey boss, just the way you like it, very hot. For your friend too.